مواليد برج الثور، اسبوعك كمان بدنا ننتبه بهذا الاطار. نهار الاحد ابتعد عن المشاحنات وبكون بعدك مضغوط. هون انا بقول لك خاصة بعد الظهر المساء الاحد مع نهار الثاني ونهار الثالثة، هو اللي بديك انه تكون حذر بتصرفاتك مع شركائك، خاصة الشريك الزوجي. ممنوع يصير في ملسانات بالكلام، بدك تنتبه بتصرفاتك بكلامك بحواراتك. والبعض يمكن يكون في عندهم مثل قضية عم يشتغلوا عليها، قضية قضائية مشاغلة بالهم. هدول الأمور بدك تاخدها بعين الاعتبار. أنا بقول لك الحظ بده يبتسم لك أكثر ابتداء من نهار الأربعاء والخميس، بصير أهدى الأوضاع، بتصير في عندك يمكن خبر مالي بفرح لك قلبك، يمكن يكون في اتصال بينك وبين أحد الأسرة بخصوص أموال، البعض يمكن يكون في عنده دعم مادي، والبعض يمكن يكون في عنده أموال مشتركة يمكن تقصب أو عقد جديد بالعمل. بس الحظ بيقوى أكثر ابتداء من نهار الجمعة والسبت حين دخول القمر لبرج الجدي. هون أنا بقول لك بدك تنشط بشكل قوي وبترتفع أسهمك وبنيلك الإطراء والمديح، والحظ برافقك مثل خيالك وبتنشط بأي اتجاه. هون أنا بقول لك اشتغل أعمالك وقولوا الله والله معكم.